قارة الفقر والمرض، وأنها دائما بحاجة للمساعدات الدولية، تواجه دائما بالمجاعات بالكوارث البيئية. لأن هذا هو تقليديا وتاريخيا ما هو معروف عن القارة الأفريقية، ولكن على مر السنوات الماضية وبالتحديد منذ الدخول الناجح للصين في استثماراتها الكبيرة في القارة السمراء، يعني يبدو أن الوضع قد تغير بشكل كبير. حاليا القارة الأفريقية انتقلت من طور الفقر والمرض والحاجة للمساعدة إلى مصدر مهم وحيوي للاستثمار. يعني الخطوات الاستثمارية الكبيرة التي قامت بها الصين، وهي حاليا أكبر مستثمر في القارة الأفريقية، تخطت من خلال استثماراتها البنك الدولي وباقي المؤسسات المالية الدولية، باتت يعني العيون تنظر إلى القارة الأفريقية هناك بنظرات بحث عن مختلفة. الفرص، عن تحقيق الأرباح، أيضا ربما النفوذ، وكله يدخل ضمن إطار الاستثمار الأجنبي أو البحث عن الفرص الناجحة والتي تخلق فرص جديدة لدول وشركات من حول العالم. ما أهمية الفرص التي تنطوي عليها الدول الأفريقية؟ ما الذي تقدمه إلى المستثمر الأجنبي أو إلى الدول الأجنبية؟ وذكرتم الصين هنا. هناك الكثير من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها القارة الأفريقية ككل. أولا يعني عنصر الشباب بين السكان في الدول الأفريقية، بالتأكيد إذا قامت الشركات يعني الغربية أو الصينية باستثماراتها بإيجاد مشاريع استثمارية في القارة، هناك يد عاملة رخيصة ويد عاملة يعني تتدرب بسرعة، وبدل من هذه اليد العامله ان تلجا الى البحار، خاصه البحر الابيض المتوسط، لكي يهاجروا الى القاره الافريقيه، تقوم الدول الغربيه خاصه الدول الاوروبيه للاستثمارات، للقيام بمشاريع استثماريه في الدول الافريقيه، وتبقي على الشباب الافريقي في دولهم يعملون ويشاركون في بناء دولتهم. يعني انا اركز على النجاح الكبير الذي حققته الصين في نقل القارة الأفريقية من القارة التي كانت دائما تطالب المساعدة وتعاني من الفقر والمرض إلى مصدر استثماري كبير جدا. ولكن هنا لا زال يعني هناك الكثير من المناطق التي يهيمن عليها الفقر أو التي تغيب عنها الخدمات، وأيضا هي بحاجة إلى بنية تحتية لتكون بالتالي بيئة جاذبة للاستثمار. ما الذي قد يعيق دخول الشركات الأجنبية إلى بعض الدول أستاذ ياسين؟ يعني بالتأكيد هناك الكثير من النقاط التي ما زالت تعاني منها القارة الأفريقية ككل. نظام الحوكمة في الدول الأفريقية بالتأكيد لا يتماشى مع الروح الاستثمارية الفعالة والبناءة والإيجابية من قبل الشركات الغربية. كذلك أيضا يعني استشراء مستوى الفساد لمستويات يعني كبيرة جدا في نعم. الدول الأفريقية، هذا أيضا يعيق الخطوات الاستثمارية من قبل الشركات الغربية. ولكن هنا يعني أعود وأذكر بالتجربة الصينية، لأن الصين يعني حققت نجاحات كبيرة في الدول الأفريقية، لأن نظامها السياسي هو مناسب للأنظمة السياسية في الدول الأفريقية. نعم. والتجربة في النظام السياسي الصيني، من هناك توقعات قوية جدا أنه سوف يتم استنساخ نفس التجربة في العديد من الدول الأفريقية، طالما أن الاستثمارات الصينية سوف ترفع مستوى معيشة المواطن الأفريقي، وبالتالي يعني مثل هذه وإلى أي الأنظمة. مستوى قد ترتقي هذه الاستثمارات بالدول الأفريقية على الصعيد العالمي لترفع من مساهمتها بالناتج الإجمالي، لترفع أيضا من دورها دوليا؟ وما أهم القطاعات التي تجذب الاستثمار الآن في الدول الأفريقية؟ أهم القطاعات بالتأكيد قطاع الطاقة، يعني يستحوذ على استثمارات كبيرة جدا، خاصة في شقه المتجدد، الطاقة الشمسية كما تعلمين نعم. في القارة الأفريقية يعني متوفرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وهذا ما يفسر الاستثمارات الكبيرة جدا في هذا القطاع بالتحديد. كذلك أيضا القارة الأفريقية تملك يعني أهم المعادن والثروات الباطنية في العالم، وطالما أن الاقتصاد العالمي يعني مقبل قريبا للخروج من نفق يعني التبعات الاقتصادية المرتبطة
بانتشار فيروس كورونا، هناك توقعات ان الاقتصاد العالمي سوف يتعافى تدريجيا. مثل هذه الحاله من التعافي في الاقتصاد العالمي سوف تنعكس للمزيد من الاستثمار في القاره الافريقيه والمزيد من الاعتماد على ثرواتها الباطنيه. كذلك ايضا هناك قطاع اساسي ومهم هو القطاع المالي. تم تاسيس ما يمكن وصفه ماليا بالمنطقة القارية الأفريقية للتجارة الحرة، وهذه المنطقة تتضمن حاليا 53 دولة أفريقية. بالتأكيد هذا التكاتف بين الدول الأفريقية لاتباع نظام حوكمة موحد في التعامل في القطاع المالي سوف يجذب استثمارات مالية كبيرة جدا، خاصة من قبل بريطانيا التي حاليا هي خرجت من الاتحاد الأوروبي ولديها الحرية والاستقلالية المطلقة لكي تزيد من استثماراتها في القارة الأفريقية خاصة في القطاع المالي. وهناك يعني 15 بلدا أفريقيا ينضوون تحت مظلة الكومن ويلث، وبالتأكيد بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سوف تعزز وتدعم الكومن ويلث من جديد. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والتفاصيل أستاذ أحمد ياسين الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لندن.